الإمام البخاري محدث كبير وكذلك فقيه عظيم مجتهد، له فكر واضح جدا في طريقة تنسيق وتبويبه للجامع الصحيح. طيب إذا احنا تصفحنا الجامع الصحيح الحقيقة رأينا عجبة. على سبيل المثال في بداية الجامع الصحيح، وإحنا هنطلع كده رحلة بسيطة نبتدي نشوف بداية الجامع الصحيح موجود فيه، موجود فيه إيه. ففي أوله لما نيجي نفتح الجامع الصحيح للإمام البخاري بنجد إنه رحمه الله تعالى يبدأ كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبعد كده جاب الحديث التالي: حدثنا الحميدي عبد الله ابن الزبير. شوف الإمام البخاري هنا قبل ما نعرض الحديث اللي هو أول حديث استهل به في الباب بتاع كيف كان بدء الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول حدثنا، أي حدث الإمام البخاري الإمام الحميدي عبد الله بن الزبير. معنى كده أنه التقى به الإمام البخاري. الكلام اللي احنا كنا بنشرح فيه أمس وهو أنه كان يشترط أن الراوي يكون سمع، التقى بشيخه وسمع منه الحديث مش المعاصرة فقط. يعني الإمام مسلم بيشترط المعاصرة، الإمام البخاري وهو قبله وأستاذه اشترط المعاصرة واللقاء وملازمة التلميذ لشيخه أو الراوي لمعلمه وشيخه. فهنا الإمام البخاري بيقول حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، يبقى هو التقى به وتتلمذ على ايديه وروى عنه الإمام البخاري. قال الحميدي حدثنا سفيان، إذن الإمام الحميدي التقى بسفيان وروى عن سفيان. قال أي سفيان حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، يبقى كذلك الراوي يحيى بن سعيد أو أخذ منه سفيان، أخذ من يحيى بن سعيد وهكذا. قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول، وهكذا السلسلة كل راوي بينقل عن شيخه هو استمع وأخذ عن شيخه إلى أن يوصل إلى الصحابي ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلقمة بيقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، إلى نهاية الحديث الشريف. الحقيقة أنه ابتدأ الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح بموضوع بالباب يعني كان بدء الوحي، ولم يكن اختيار الموضوع ده اختيار من قبل الإمام البخاري إنه اختيار عشوائي، لا، لأنه في هذا الابتداء حكمة دقيقة جدا بتدل على جلال عقل الإمام البخاري. عقله ده اللي كله نظام، منظم جدا ومرتب جدا. والإمام البخاري عنده بعد نظر لما يبتدي الكتاب بتاعه ببدء بالحديث أو بالأحاديث الخاصة واللي بتحكي واللي بتثبت كيف كان بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت إنه يبتدي بهذا الباب فيها إشارة إلى معرفة الإمام البخاري بطرائق الاستدلال، يعني إزاي بيستدل على موضوعه اللي هو بيألف فيه قبل ما يشرع أو قبل ما يبدأ في ذكر تفاصيل الكتاب. كمان بيدل على قدرة الإمام البخاري في تأسيسه لمناهج التأليف، إنه مش تأليف كده والسلام بيجمع أحاديث النبي، يعني مش بيألف كتاب ويجمع الأحاديث وفقط، الحديث الصحيح فقط، لا، مش إن هو بيجمع الأحاديث ويبتدي بأي حديث دونما نظر إلى ترتيب أو تبويب مطلقا. لقد كان لدى الإمام البخاري فهم
وترتيب مقصود هو عايزه من خلال موضوع الحديث الشريف. كان بيفهم الحديث كويس جدا ويطلع ما فهمه والفقه الذي فهمه من هذا الحديث الشريف. ومبدأ الكتاب ونهاية الكتاب والتنظيم داخل الكتاب الجامع الصحيح بيدل بدقة على المنهجية الشديدة اللي كان خطها الإمام البخاري لنفسه، فبيؤكد على منهجه العلمي الدقيق والعجيب إنه في هذا الزمان المبكر في التاريخ الإسلامي يصل هذا الإمام العظيم إلى هذا الترتيب المنظم في غاية الدقة اللي أبهرت مش بس علماء المسلمين من العرب وحتى من الغرب. منهج الإمام البخاري المطبق اللي استقرأوه من خلال صحيحه الجامع الصحيح، اللي أثار ده الجامع الصحيح ده أثار دهشة العلماء والمحققين، لأن الإمام البخاري في هذا الكتاب العظيم الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، حتى اسم الكتاب نفسه يدل على منهجه الذي ارتضاه في هذا الكتاب واللي هو ماشي على أساسه. حتى اسم الجامع الصحيح نفسه، الاسم الكامل بتاعه بيدل على طريقة الإمام البخاري التي سلكها في صحيح. وبما إن الكتاب الجامع الصحيح بيتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتكلم، يعني الكتاب ده بيتكلم عن أحاديث النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن أول ما يجب من المقدمات هو إثبات نبوة صاحب هذه الأحاديث صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كان بدء الكلام عند الإمام البخاري ببدء الوحي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي والرسول الخاتم، فكان لابد أن يقدم الإمام البخاري، ودي طريقة إحنا بنعرض الطريقة اللي قدم بيها، لأنه بيقدم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول ده أحاديث الرسول النبي صلى الله عليه وسلم نبي آخر الزمان، فقدم للأدلة على نبوته وبدأ يعرض الأدلة على صدق نبوته كبيان للناس جميعا، وفي نفس الوقت تعليم لأهل العلم كيف ينظمون تأليف كتبهم على أساس منهج منظم مرتب. وهو ده بالضبط اللي عمله الإمام البخاري في هذا الكتاب، حيث وفي هذا الباب كمان، لأنه ساق الأحاديث التي تصف بدء نزول الوحي واللي فيها بقى شهادة أمنا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وشهادة ورقة بن نوفل له ووصف حاله عند نزول الوحي الشريف عليه وشهادة قومه له بالصدق في حديث هرقل، وإحنا هنشوف هنعيش مع جانب منها قليل من باب إزاي نشوف طريقة تطبيق الإمام البخاري لمنهجه الدقيق في الجامع الصحيح بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ثم جعل الإمام البخاري أول حديث في هذا الباب حديث النية. طب ده حديث النية ده ملوش صلة بموضوع بدء الوحي، يعني من جهة الموضوع مختلف، بدء الوحي حاجة والحديث الخاص بالنية موضوع تاني. لكن الحقيقة أن الإمام البخاري ابتدى بحديث إنما الأعمال بالنيات تيمنا بهذا الحديث، وبرضو بيان منه وهو صاحب فقه وفهم كبير، بيان منه إلى ضرورة وجوب تصحيح نية الإنسان قبل الشروع في طلب العلم، وحتى في طلب العلم أو في تعليم العلم أو قبل الشروع في صنيع الإنسان لأي شيء، عشان يبقى مجرد كده خالص كده من الشوائب، يكون خالص لوجه الله الكريم. فابتدى به أيضا لهذا الأمر، وللإشارة إلى أن الإمام البخاري نفسه لم يشتغل بتأليف الجامع الصحيح إلا بحضور نية خالصة لله تعالى. وليكون حديث إنما الأعمال بالنيات زي المقدمة كده له بين يدي كتابه الجامع الصحيح، لأنه ما كانش من عادة المؤلفين في القرون دي
أو في هذا الزمن المبكر إن هم بيعملوا مقدمات للكتب، ما كانوش يعرفوا الموضوع ده، وما كانوش من عادتهم إنهم يعملوا مقدمات لكتبهم التي كانوا يؤلفونها. لكن الإمام البخاري عليه الرحمة والرضوان جعل حديث إنما الأعمال بالنيات زي المقدمة لكتابه، وعمل كمان أو قام بذلك الإمام البخاري لأنه عمل بما تعلمه ومما سمعه، أو عمل بقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي وهو إمام جليل سمع من سفيان الثوري وهو من أجل شيوخه. وكان عبد الرحمن بن مهدي عنده مسألة فهم الحديث الشريف، أمر مهم جدا، ليس فقط جمع الحديث، يعني كان يعني أن اللي بيجمع الحديث يكون على فهم بالحديث الذي يجمعه كذلك. وتأثر أو كان من أقواله اللي تأثر بها الإمام البخاري قوله، قول عبد الرحمن بن مهدي: من أراد أن يؤلف كتابا فليبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات. وفي جعل الحديث في موضع المقدمة هكذا فيها إشارات كتيرة، فيها إن الإنسان يعني لا يقدم كلامه على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تخلص من أن يبدأ بكلام من عنده كتابا خاصا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هيقول إيه في المقدمة ويبدأ ده كتاب في الحديث خالص، في الحديث، في الحديث الصحيح، فما يقدمش كلامه على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد أن يبدأ بهذا الحديث تأثرا بهذه الكلمة التي سمعها، وفي ذات الوقت بألا يقدم البخاري كلامه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ورحم الله تعالى الإمام البخاري.